بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد النبي الأمين. وبعد، أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مواصلة لدروسنا في محور القواعد الفقهية، نتطرق اليوم إلى القاعدة الرابعة من القواعد الفقهية الخمس الكبرى، ألا وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وتعتبر هذه القاعدة أعزائي الطلبة عمدة الفقهاء في تقرير الأحكام الشرعية للعديد من الحوادث والقضايا وكذا المسائل الفقهية المعروضة عليهم المتعلقة بشتى أنواع أبواب الفقه الإسلامي، سواء ما تعلق منها بالعبادات أو ما تعلق منها بالمعاملات. وكما هو موضح أمامكم على الشاشة أعزائي الطلبة، فإن القاعدة تفيد أن الأمر الثابت باليقين لا يرتفع ولا يزول بمجرد حدوث الشك عليه. بمعنى ذلك، بمعنى اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، بمعنى إذا ما حصل لدينا الجزم أو يقينا بحدوث أو ثبوت حالة معينة أو أمر معين، ثم طرأ شك على تلك الحالة أو ذلك الأمر، فإن تلك الحالة أو ذلك الأمر يبقى على أصله ولا يتغير بمجرد طروء أو حدوث الشك عليه. لماذا؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذا هو معنى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة أعزائي الطلبة لها أصل في القرآن الكريم وكذا في السنة النبوية الشريفة. أما من القرآن فقوله عز وجل في سورة يونس: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. أما من السنة النبوية الشريفة فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أي فشك، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث النبوي الشريف أعزائي الطلبة يعتبر تطبيقا عمليا لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، بمعنى إذا ما تيقن الإنسان من وضوئه ثم شك في انتقاض وضوئه، فهنا في هذه الحالة يبني على اليقين ويطرح الشك، فالمتيقن منه هو الوضوء والمشكوك فيه هو انتقاض الوضوء، فانتقاض الوضوء الذي هو مشكوك فيه لا يزيل ما هو متيقن منه الذي هو الوضوء، وبالتالي نحكم بوضوء الشخص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، بمعنى اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. ومن التطبيقات العملية أيضا أعزائي الطلبة في مجال العبادات وبالضبط في الصلاة، الذي يشك في صلاته هل صلى ثنتين أم ثلاث، أو هل صلى واحدة أم ثنتين، فهنا يبني على اليقين ويطرح الشك، فالواحدة متيقن منها والثانية مشكوك فيها، إذا فيتم صلاته بناء على ما هو متيقن، فاليقين لا يزول إلا بيقين مثله. كذلك من التطبيقات العملية في مجال المعاملات لهذه القاعدة: إذا ما ثبت دين في ذمة شخص ثم توفي هذا الشخص وشككنا هل قضى هذا الدين، أي قضى ما كان عليه من دين أم لا، فهنا أعزائي الطلبة المتيقن منه هو ثبوت الدين في ذمة المدين المتوفى، والمشكوك فيه هو قضائه للدين، والمشكوك فيه الذي هو قضائه للدين لا يزيل ما هو متيقن منه وهو ثبوت الدين في ذمته، وبالتالي نحكم ببقاء الدين. كذلك من التطبيقات العملية لهذه القاعدة أعزائي الطلبة: إذا ما أودع شخص عند شخص آخر وديعة بناء على عقد وديعة، ثم هلكت هذه الوديعة في يد الوديع، ثم شككنا هل كان ذلك بسبب التقصير وعدم الحفظ والتعدي، أم كان ذلك قضاء وقدرا، فهنا في هذه الحالة أعزائي الطلبة نبدأ على اليقين ونطرح الشك، المتيقن منه عند العقد هو صفة الأمانة، أي صفة الأمانة في الوديع، أما المشكوك فيه هو التعدي والتقصير، وبالتالي نحكم بعدم ضمان الوديعة من طرف الوديع. إذن هذه بعض التطبيقات العملية أعزائي الطلبة حول قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ومن القواعد الفرعية التي فرعها الفقهاء على هذه القاعدة ما يلي: أولا، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ثانيا، الأصل في الأمور العارضة العدم. ثالثا، الأصل براءة الذمة. رابعا، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. خامسا، لا ينسب لساكت قول. سادسا، السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. سابعا، لا عبرة للتوهم. ثامنا، لا عبرة بالظن البين خطأه.
وسوف نتطرق لهذه القواعد الفرعية بنوع من الشرح والتمثيل حسب الترتيب المعتمد. الأصل بقاء ما كان على ما كان، ويعبر الفقهاء أعزائي الطلبة على هذه القاعدة بالاستصحاب. ومعنى الاستصحاب؟ الاستصحاب هو استصحاب الحال الثابت في الماضي مستمرا إلى أن يرد أو يثبت خلافه. ومن التطبيقات العملية على هذه القاعدة أعزائي الطلبة حكم المفقود. المفقود هو الذي طالت غيبته ولا نعلم حياته من مماته. هنا في هذه الحالة أعزائي الطلبة نحكم بالحالة الثابتة وهي الحياة. إذن تبقى الحالة الثابتة وهي الحياة مستمرة كذلك، ونطفيها على الحالة في الحاضر حتى يرد خلاف ذلك، وبالتالي تبقى تركته كما هي ولا تقسم على الورثة. كذلك في حالة ما إذا ادعت امرأة أن زوجها قد طلقها فأنكر الزوج ولم يكن لديها بينة، فهنا القول قول من؟ هنا القول قول الزوج. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الحالة الزوجية مستمرة كما كانت عليه في الماضي، نبقيها أيضا في الحاضر حتى يثبت خلاف ذلك، وذلك كله بناء على الأصل بقاء ما كان على ما كان. كذلك في حالة ما إذا ادعى المقترض أنه دفع القرض إلى المقرض، أو ادعى المشتري أنه دفع الثمن إلى البائع، أو ادعى على سبيل المثال المستأجر أنه دفع الأجرة إلى المؤجر، فهنا القول قول من؟ هنا القول قول هؤلاء، أي القول البائع وقول كذلك المؤجر وكذلك قول المقرض. لماذا؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي بقاء الدين في ذمتهم حتى يثبت خلاف ذلك، وذلك كله بناء على قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل في الأمور العارضة العدم. وما معنى الأمور العارضة؟ أي الصفات أو الحالات التي لم تكن موجودة مع الأصل، فهي عدم أي غير موجودة، ومن يدعي وجودها فعليه إثبات ذلك. وهذه القاعدة أعزائي الطلبة تقابلها قاعدة أخرى عكسية، وهي الأصل في الصفات أو الأمور الأصلية الوجود مثل البكارة، فمن يدعي عدم وجودها فعليه أن يثبت ذلك. ومن التطبيقات العملية على هذه القاعدة أعزائي الطلبة أي الأصل في الأمور العارضة العدم، لو ادعى ورثة المتعاقد أن مورثهم أثناء العقد كان مجنونا، أي كان فاقدا للعقل، أي ليس في كامل قواه العقلية، ويطالبون بفسخ العقد، وأنكر الخصوم الآخرين، فهنا القول قول من؟ بطبيعة الحال هنا القول قول الخصوم مع يمينهم. لماذا؟ لأن الجنون أو فقدان العقد صفة عارضة، وهذه الصفة عبارة عن عدم، ومن يريد أو يدعي وجودها فيتعين عليه إثبات ذلك. وكذلك في حالة ما إذا ادعى المتعاقد على غيره أنه اشترط لنفسه شرط الخيار، أي خيار العيب أو خيار الرؤية في عقد البيع، وأنكر الآخر، فهنا قول من؟ بطبيعة الحال هنا قول المنكر مع يمينه. لماذا؟ لأن الأصل في العقود خلوها من الاشتراط، لأن الاشتراط صفة عارضة على العقد، وبالتالي من يدعي وجود الاشتراط يتعين عليه إثبات ذلك، وهذا هو الأصل في الأمور العارضة العدم. الأصل براءة الذمة. والذمة أعزائي الطلبة عبارة عن صفة الحق الإنسان منذ ولادته، وبمقتضاها يكون أهلا لاكتساب حقوق أو تكون عليه حقوق للغير. والأصل في هذه الذمة أعزائي الطلبة أن تكون خالية من أي شغل بدين أو بعمل أو أي التزام آخر أو أي مسؤولية. وهذه القاعدة تطبق في المجال المدني كما تطبق أيضا أعزائي الطلبة في المجال الجزائي. ففي المجال المدني على سبيل المثال لو ادعى شخص على آخر بدين فيتعين عليه إثبات ذلك. لماذا؟ لأن الأصل في ذلك الإنسان أن ذمته بريئة من أي شغل بدين أو التزام، حتى يثبت العكس، وذلك بناء على الأصل براءة الذمة. كذلك في المجال الجزائي فالشخص المتهم يجب أن يعامل على أساس أنه بريء حتى تثبت جهة قضائية إدانته بحكم وفق محاكمة عادلة، والشك دائما في هذا المجال يفسر لصالح المتهم بناء على الأصل براءة الذمة. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. وهذه القاعدة أعزائي الطلبة تنطبق في حالة ما إذا وقع خلاف في زمن وقوع أمر معين، أحدهم يدعي أنه وقع في زمن معين والآخر يدعي بأنه وقع في زمن مخالف،
فهنا بطبيعة الحال سوف يترتب خلاف في الحكم، وبالتالي هنا دائما ينسب الحادث إلى أقرب أوقاته. ومن التطبيقات العملية على ذلك في حالة ما إذا أقر أحد الأشخاص لأحد ورثته بدين ثم توفي، وبعد ذلك حدث خلاف بين الورثة وبين المقر له، فالمقر له يدعي بأنه قد أقر له في صحته، في حين الورثة يدعون بأنه أقر له في حالة مرضه. فهنا الحادث ينسب إلى أقرب أوقاته، أي أن الإقرار ينسب إلى أقرب الأوقات وهو إلى المرض، وبالتالي القول قول الورثة حتى يثبت العكس. كذلك في حالة ما إذا اختلف البائع والمشتري بعد قبض المبيع، فادعى المشتري بأن العيب قد كان قديما، أي حدث عند البائع، والبائع يدعي بأن العيب قد حدث عند المشتري، فهنا حدث خلاف، إذن يجب أن ينسب هذا العيب إلى أقرب أوقاته، أي إلى المشتري. لماذا؟ لأن كل من المشتري والبائع اتفقوا على وجود هذا العيب في أقرب أوقاته، وبالتالي هنا القول قول البائع حتى يثبت خلاف ذلك، أي حتى يثبت بأن هذا العيب كان قديما عند البائع. هذا هو الأصل، إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. لا ينسب لساكت قول، وتفيد هذه القاعدة أعزائي الطلبة أنه لا يجوز في الأصل أن يقول الساكت ما لم يقله. ومن التطبيقات العملية على ذلك أعزائي الطلبة، لو رأى شخص غيره يبيع ملكه وظل ساكتا، فهذا لا يعني أن سكوته اعترافا له بملكيته، وكذلك لا يعتبر سكوته إجازة للبيع ولا توكيل، وإنما يجوز له أن يدعي عليه بعد ذلك. كذلك في حالة ما إذا سكتت الزوجة على عيوب زوجها لمدة طويلة، فسكوتها هذا لا يمنعها من المطالبة بالتطليق للضرر ودواليك. وإذا كان الأصل لا ينسب لساكت قول كما سبق وإن قلنا في القاعدة السابقة، فإن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. ما معنى ذلك؟ بمعنى السكوت في موطن يلزم فيه الكلام من أجل دفع ضرر أو غرر، أو كان السكوت في موضع يعتبر طريقة عرفية للبيان، فإن في هذه الحالة يعتبر السكوت بيان. ومن التطبيقات العملية على هذه القاعدة أعزائي الطلبة، سكوت الفتاة البكر بعد استئذانها في الزواج، فسكوتها وصمتها يعتبر إذن منها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذنها صومتها. وكذلك في حالة ما إذا علمت بتزويج وليها لها ثم سكتت، فإن سكوتها هذا يعتبر إجازة منها لهذا العقد. كذلك من التطبيقات العملية على هذه القاعدة أعزائي الطلبة، إذا سكت الشفيع أي الذي له الحق في الشفعة في العقار بعد علمه ببيع العقار، فإنه يعتبر بيان على تنازله على حقه في الشفعة. لماذا؟ لأنه في موضع يلزم فيه الكلام كي لا يضر بمشتري العقار الذي قد يبني أو يستثمر فيه. كذلك من التطبيقات العملية في الدعاوى القضائية، فالأصل والقاعدة العامة أعزائي الطلبة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فلو عجز المدعي على الاتيان بالبينة وطلب القضاء من المدعى عليه اليمين فسكت، فسكوته هذا يعتبر في هذه الحالة إقرار منه، أي إقرار على نفسه، أي نكول، وبالتالي يحكم القضاء للمدعي، لأن المدعى عليه في موضع يلزم فيه الكلام، لأن صمته هذا وسكوته قد يضر بسير الدعوة وبالتالي بحق المدعي. لا عبرة للتوهم، والتوهم أعزائي الطلبة هو أدنى درجات الشك، وهو الاحتمال العقلي الذي لا يبنى عليه حكم شرعي ولا يمنع القضاء ولا يؤخر الحكم. لماذا؟ لأن الأمر الموهوم يكون نادر الوقوع، ولذلك لا يمكن تأخير الثابت شرعا وقطعا بأمر مشكوك فيه واحتمالي الوقوع، أي موهوم. ومثاله لو شهد الشهود بوجود ورثة معينة في التركة وجب قسمتها، ولا عبرة في احتمال ظهور ورثة جدد في التركة. لماذا؟ لأن هذا الأمر نادر الوقوع واحتمالي وموهوم، لا يجب أن يكون سببا في تأخير قسمة التركة. كذلك في حالة ما إذا مات مدين على سبيل المثال وترك تركة استغرقتها الديون، وطلب الدائنون من القاضي بيعها وتقسيم ثمنها عليهم، وجب قبول طلبهم دون تأخير باعتبار أو بحجة احتمال ظهور دائن آخر، لأن هذا أمر موهوم ونادر الوقوع واحتمالي، والموهوم كما سبق وأن قلنا لا يؤخر ما هو ثابت في الواقع. كذلك في حالة ما إذا جهل الإنسان جهة القبلة في الصلاة فصلى نحو جهة دون اجتهاد وتحر لوجهتها لا تصح صلاته،
باعتبار أن الوجهة المختارة كانت مبنية على مجرد الوهم وليس على تحر واجتهاد الذي ينتج معه اليقين أو على الأقل غلبة الظن فتصح معه الصلاة. وهكذا لا عبرة بالظن البين خطأه. وتفيد هذه القاعدة أعزائي الطلبة أن كل حكم بني على ظن ثم تبين أن هذا الظن خاطئ فإن هذا الحكم يعتبر باطل، إنما بني على باطل فهو باطل. ومن التطبيقات العملية على هذه القاعدة أعزائي الطلبة، لو ظن الإنسان أن عليه دين فدافع هذا الدين لمن كان يظن استحقاقه ثم ظهر خلافه رجع بما أدى، كذلك إذا دفع الكفيل الدين وكان الأصيل قد أداه ولم يعلم به كان له الرجوع على الدائن بما دفع، كذلك في حالة ما إذا أتلف الإنسان مال غيره ظنا منه أنه ماله فوجب عليه الضمان. والفقهاء يقولون في هذا الشأن كل من دفع ما ليس بواجب عليه ظنا منه أنه واجب عليه فله استرداده قائما أو استرداد مثله أو قيمته إن كان هالكا. هذا كله ما يتعلق بهذه القاعدة، وكذلك بما يتعلق بالقاعدة الكلية وهي اليقين لا يزول بالشك. فإلى قاعدة أخرى أعزائي الطلبة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.